مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم، فيديو جديد وخبر جديد. انا اياد ورجعت لكم فيديو اخبار جديد. خلونا نبلش الاخبار من عند نور ستارز اللي تمكنت من تخطي حاجز 9 مليون متابع على حسابها على انستغرام كاول يوتيوبر عربي يتخطى هذا الرقم على انستغرام. فالف مبروك لنور ستارز على هذا الرقم، عقبال 10 مليون على انستغرام وال20 على يوتيوب، ليش لا. اما غيث مروان فتلقى عدد كبير من الانتقادات في الساعات القليلة الماضية وباخر فيديو تحديدا على قناته على يوتيوب اللي كان مع ساهر مندر واحمد ابو الرب. هذا الفيديو اتلقى عدد كبير من الانتقادات لانه ساهر مندر كان بفيديو غيث مروان ولاول مرة، فتلقى هذا الفيديو او غيث مروان ردة فعل فظيعة جدا وكتير كبيرة من طرف الجمهور، وطلبوا منه عدم تصوير فيديوهات معه لعدم دعمه حسب رأيهم. فكان الفيديو عبارة عن مزح وكان عبارة عن ضحك بين صديقين فقط وما كان لأشياء ثانية. أما موفلوكس ونارين بيوتي ففاجأوا المتابعين بآخر ستوريهين على حساباتهم على انستغرام. الستوري كان عبارة عن إعلان لبث مباشر حيكون على قناة نارين بيوتي يوم 26 من هذا الشهر للإعلان على هواتف هواوي الجديدة، ولكن الناس ركزت على أنه نارين بيوتي وموفلوكس أخيرا تكلموا عن بعض وشاركوا ستوريهين لبعض مع تاك، وعم ينتظروا المشاهدين عدد كبير من المتابعين عم ينتظروا هذا البث ليعرفوا باللايف وكيف حيتعاملوا مع بعض باللايف بعد الخلاف وبعد الانفولو يلي كان، رغم انه الخلاف ما استمر لمدة طويلة او ما اخذ حجم كتير كبير، ولكن الجمهور كتير 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 مهتم لهالخلاف ولهالموضوع واخذ نطاق كتير كتير واسع على السوشيال ميديا. خلونا ننتظر البث ونحضره يوم 26 ان شاء الله. اما بيرسان اسماعيلي من بعد ما شارك موفلوكس فيديو معها على قناته على يوتيوب ومن بعد ما تلقى عدد كبير من التعليقات بالطالب انه يصور فيديو مع نارين نظرا لغيابها بالفيديو ومشاركته مع جروب جديد او شلة جديدة لتصوير الفيديو، شاركت بيرسان اسماعيل ستوري على انستغرام خبرت فيه المتابعين انها التقت بنارين بيوتي مرة واحدة بدبي وما رجعت التقت فيها وانها بتتمنى انه تلتقي فيها مرة ثانية. فهذا ربما اجابة عن بعض الناس اللي حطت اشاعات انه في خلاف بينها وبين نارين، لهيك صورت مع موفلوكس وهو في خلاف وطلعت قصص كتيرة بالتعليقات. فهاي هي كانت الاجابة انه ما في خلاف بين الثلاثة، كلهم اصدقاء، كلهم لغرض العمل فقط كانوا مع بعض مو عشان خلافات او اشياء ثانية. فهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالاخبار. اذا استفدتوا اضغطوا على زر اللايك وكمان اشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز. حيكون كل يوم فيديو على تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق، والسادسة مساء بتوقيت الجزائر تونس والمغرب، والسابعة مساء بتوقيت مصر والاردن. على حسب البلدية اللي ساكنين فيه حتحضروا فيديوهات الأخبار عندي بقناتي، وأكيد رح أحاول دائما أتواصل مع عدد كبير من اليوتيوبرز لحتى أعطيكم هيك أخبار أو حتى حصريات أو أخبار حصرية مثل العادة. اشتركوا بالقناة لا تدعموني وكمان لا تعرفوا وتستفادوا من أخبار اليوتيوبرز أول بأول. وكمان بدي منكم تابعوني على حسابي على انستغرام جوك تي في، حساب الصفحة لتوصلكم كمان عدد كبير من الأخبار، لأنه مو كل شيء بشاركه هون، بشارك كمان ستوريهات وأشياء جديدة بصفحة جوك تي في على انستغرام، موجود تحت الرابط في صندوق الوصف أو هذا هو الاسم تحت بالشاشة. بشوفكم الفيديو جاي، باي باي.